بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تحطوا لايك وتشتركوا وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. هنعمل تغطيه كامله لكل الحاجات هنا في السيف جالري، تخفيضات من 60% ل 10%. ان شاء الله تستفادوا. هنا اهي العجانات، هنخش قسم العجانات والقلايات والحلل الضخم والميكروويفات كلها مع بعضيها. قسم الميكروويف يعني ده كل العجانات اللي نازل عليها عروض، معظمها اللي هي ايه اللي هي معاها ثلاث حاجات، خلاط ومفرمة والعجان. طبعا ده بيبقى نصيحة مني، بيبقى سيء جدا. ليه؟ لان هو بيبوظ بسبب الثلاث مواتير، مع ثلاث حاجات مع بعض. لو باظ منك باظ يعني الواحد باظ ثلاثة، ما تستخدمش المفرمة ولا الخلاط ولا كل ده. كل واحد حسب راحته. دي نصيحة يعني، بس انا عليا ان انا اعرفكم العروض وخلاص. مبدل نصيحة، اللي عايز يعمل بيها يعمل، مش عايز خلاص. ده نازل من 800 ل 600، 1800 طبعا. وطبعا العجان ما يقلش عن 1000 واط، يعني 1000 فيما فوق، غير كده ما يجيبش. 6.5 لتر. دي كل العجانات اللي عندهم هنا، هي كده 6.5 لتر على 600. وفي هنا 4 لتر، 6.5 لتر برضو، اللي هو ده على كام؟ من 777 ل 499. ده اقل شوية في ال في الواط، ده 1000 واط. التاني 1800 قوي، بس تلاتة مع بعض. لو واحد زي كده لوحده ماشي، ومعاه الخلاط ده برضو. ها شوية عجانة بيزك اهي، من 588 ل 449. مش عارفة اللي هي دي بيد خشبية ولا ايه. هنا اللي من دون خشب ده، ها، من 549 ل 388، 1000 واط اللي هو ده. ده 1000 واط ب 388، كويس ده، من دون خلاط ومن دون اي حاجة. وده 1000 واط برضو ب 349. ايه دي عروض العجانات. مايكروويف في تحكم رقمي من 419 ل 359، اللي هو ده. يعني هو رقمي من هنا كده، مش عارفة كام لتر ده. 25 لتر اهو، 25 لتر. هنا القلايات، في القلايات عليها عرض، يعني مثلا لو حد عايز ياخد واحدة ومعاها واحدة هدية، يعني بياخد عليها واحدة هدية، كل اتنين يشتركوا يعني في واحدة. يعني القلاية دي واحدة وعليها واحدة هدية اهي، تمام كده. هنا كل القلايات كده على العرض ده، واحد زائد واحد مجاني. في بقى الكبير والصغير وكله هو زي كده معمولين متدبسين مع بعضهم. حلل بقى الضغط دي، حلل الضغط من 589 ل 469. دي جميلة جدا على فكرة، الحلل دي من عن تجربة يعني حلوة حلوة. 500 في واحدة بس دي 12 لتر اللي هي دي، مش استلس، لا مش استلس، في تيفال وفي جرانيت. طبعا دي كام؟ 437. دي 10 لتر لكن دي 12 لتر. وفي هنا اهو برضو ده، شوفوا انتوا حسب اللترات. في الصغيرة دي ب 279، 6 لتر. 8 لتر ب 200، 669. في 8 لتر ب 427، بس دي شكلها استانلس، ودي اللي هي الجرانيت. هنا برضو 6 لتر ب 300 اللي هي دي صغيره بس استانلس. الاستانلس طبعا افضل شيء، بس طبعا عشان بيلزق، لكن هو الافضل. انما الجرانيت مش بيلزق. ده ب 319، 349. هنا بقى القلايات، دي القلايات برضو، واحد زائد واحد مجانا، يعني تاخدي واحدة واحدة عليها مجانا. هنا بقى هو اللي ايه اللي قدر الضغط برضو، اللي هو السيف عليه تخفيض، بس ده بقى ده 1600 واط، لكن ده 1000 واط. القوة بتاعته أعلى، إيديسون برضو القوة بتاعته أعلى من التاني. في 1300، في 1000 واط،
ان شاء الله سيف. ده مش عارفه ايه ده، جهاز الطبخ المتعدل، ضغط زائد شوايه، ده اول مره اشوفه، ده مش عارفه جديد ولا ايه. ضغط مع شوايه مع بعض ب 439، اللي هي 6 لتر الصغيره دي، كبيره شويه 8 لتر ب 529، الاكبر 10 599. القلايه دي بيبقى معاها واحده مجانا برضو، مش عارفه ب 800، يعني هي بنفس سعرها 899. ده مع واحده تاني، ممكن يعني اتنين يشتركوا في عرض كده. ده مايكروويف فضي 30 لتر ديجيتال، بنزل من 659 ل 459، اللي هو ده شايفين، هو ده. في طبعا شاشه رقميه وفي كل حاجه، وده ب 459. في مايكروويف بس الاول 3 لتر، لكن ده كام لتر؟ 25 لتر، ده 25 لتر، هو ده اصغر شوية. نيجي بقى هنا لده، ده برضو 25 لتر ب 149، هو بس لون مختلف، ده 449 449، هو نفس اللون. ده بقى ب 299، ده ب 300 ريال، نزل من 459. كم لتر؟ 23 لتر، ده واحد اصغر كمان 20 لتر ب 277، ده ب 277 برضه 20، بس لون اسود ولون ابيض مختلف. ده 249 20 لتر، ده 239 جاني 20، في برضو ده 249 صغير، ده 20 لتر بس 700 واط صغير. ودي اللي هي بتاعة القطايف زي اللي عندي، او المصابيب ممكن تعملي فيها هنا البان كيك والكريب، الحاجات دي. دي كبيرة شوية، دي بكام؟ من 149 1200 واط، بكام؟ 89 اهي، نزلت 89، اما دي 99، دي بتاعة القطايف بقى، دي صغيرة شوية ب 99، اما دي ب 109 كبيرة 18 يعني. شايفين ده برضو حلو، من 800 ل 569، اللي هو في الزهي ده حلو برضو، النقشة بتاعته حلو. في ده برضو، في هنا ده من 1600 ل 977، جميل جدا ده. هنا ده برضو زيه أخوه، في هنا ده برضو 1200، من 1600 ل 1200، برضو النقشة بتاعته حلوة، كل النقشات بتاعتهم حلوة الصراحة. ده بقى كام؟ 70 قطعة منقوشة، بس مموج كده، مموج ب 369، حلو صراحة والله، شكله حلو برضو، مش وحش. في منه النقشة دي وفي منه ولا ايه؟ في هنا برضو ده 1700، نازل من 2100، شكله جميل. وده برضو حطونا هنا في الاول كده، برضو زي اللي بوظ، لا بس ده كتير، 166 قطعة، ده ب 2000 ريال، من 2800، ده برضو ب 2000، كله هنا ده على 2000، ده 1700. عارفين ايه الحاجة دي؟ حاجات عصاير يعني، العصاير ده الخلاط اللي هو الفرد واحد، حاجات العصاير دي. شوف الديكور بتاعها حلو ازاي. هنا برضو في ايه؟ في اللي هو الاوتوم اللي هي بتاعه الشاي دي او القهوه، شايفين من 300 ل 219 ريال، وده برضو من 300 ل 200 199، ده اللي فيه الزهري برضو زيه ده، برضو زيه ده، ده ب 200، ب 200 معاها براد حلو كده، كيوت خالص، بس معاها براد، لا ده دي سكرية، دي مش معاها براد، سكرية، شكله زي البراد تمام كده. في هنا بقى ايه اللي هي الازاز ده ب 249،
حاجات دي ب249، طقم 50 قطعة. للشاي والقهوة برضو 249، في منه ده 249 برضو بس نقشة تانية، تمام. وفي منه برضو هنا اهو، لا ده زي اللي هناك ب219. في منه اللي هو ده على نقشة الأناناسة ده، وفي منه النقشة دي ب249 برضو، في زي كده برضو ب249 اهو تحت.